السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الحبابات ديالي، الناس الصديقات ديالي اللي كنحماق عليهم وكنموت عليهم، وبالنسبه للمشتركين الجداد ديالي كنشكرهم بزاف وكنتمنوا انهم يزيدوا يدعموني، وانا كنحماق عليكم وكنموت عليكم. المهم اليوم انا جيت باش نقدمكم واحد الوصفه ان شاء الله ديال الطبخ بيان سور، اللي عباره على تورتي اسبانيول. اليوم غادي نقدمها لكم الطريقه ديالي، ما شاء الله عليكم واقيلا بزاف ديال المشاركين والمشاركات لانهم تيعرفوا مزيان. المهم اللي عباره على لي بوم دو تير، هاد البطاطس قطعتها ديجا باش ما نطولش عليكم في لا فيديو، قطعتها على هاد القطع الصغيره وراها كدايا. والان راني عملت المقلاه كتسخن، انا غادي نوريها لكم. غادي نضيف عليها يلاه الزيت وغادي نخليها تسخن شي شويه، ومن بعد غادي نضيف البطاطس هذه اللي قطع صغيره، ها انتم كما كتشوفوا معايا قطع صغيرين، باش انني من بعد غادي تتبعوا معايا وغادي تشوفوا شنو غادي ندير. كنتمنى انها تجي زوينه وتعجبكم. ها انتم دابا هي المقله ديالي كتسخن، اوكي. غادي نضيف دابا البطاطس باش انا نخليها دير واحد شويه نص طيبه ان شاء الله، ومن بعد غادي نوري لكم شنو غادي ندير. ها انتما انا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، ما غاديش نعمر بزاف كما كتشوفوا معايا. غادي نحركها واحد شويه كما هكذا، وغادي نضيف البطاطس. البطاطا غادي نديرها داخل، هانتوما غادي نضيف البطاطس على هاد الشكل هكا. هانتوما كيما كتشوفو معايا غادي نحركها شي شوية باش ما تلصقش بهاد الطريقة. انا ما كنكثرش في الزيت بزاف باش ما تجيش فيها الزيت كثيره، انا كنفضل انها تكون شويه ديال الزيت كما كتشوفوا معايا على هكذا الشكل هذا. ونخليها تطيب واحد شويه، من بعد غادي نضيف البيض ودوك التوابل اللي درت والمعدنوس، غادي نضيفهم ان شاء الله. هانتوما كيما كتشوفوا هاهي على ما غادي شويه تحمر ليا كيف كتشوفوا معايا، غادي تحمر واحد شويه نخليها. وهانتوما متابعين معايا وقبلوا عليا حباباتي، يا ريت يا ريت انها تعجبكم ان شاء الله. انا غادي نوريكم حيت نبغي ندير التوابل والبيض والمعدنوس. التوابل عباره على انه البيض وشويه الابزار والملح والثوم والفلفل الاحمر وشويه ملح، ما نكثروش من الملح، والمعدنوس والبيض على حسب الكميه اللي عندنا. المهم انا غادي نستعمل خمس بيضات. كما كتشوفوا معايا انا استعملت البيضه الاولى، وها هو مازال عندي اربع بيضات غادي نستعملهم دابا. ها انتما انا استعملت خمس بيضات، غادي نحركهم شويه، نمزج هاد الخليط هذا مزيان. الطريقة هذي المهم هانتوما البطاطس هي مزيانة ما تحمرت ليا، كنتسناها تاخد اللون الذهبي شي شوية وعاد مع نحركها. هانتوما كما كتشوفوا معايا انني ضفت المعدنوس ونحركو شويه، وزدت الكركم وقليل من الاسكنجبير الزنجبيل باش كيعطي واحد المذاق روعه زوين في المذاق ديال مع التوابل هادو، وبطبيعه الحال الثوم.
انا ها هو دابا ان شاء الله غادي نضيف هاد المكونات، هادو الخليط ديالي غادي نضيفه هنايا في المقلاة، وغادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالها. المهم البنات، انا غادي نصب هاد الخليط هكا بهاد الشكل هذا هنايا. المهم حبيبتي، ها نتوما كيفاش صبيت الخليط هنايا، البيض ودوك التوابل. ها هو دابا كنتسناها انها طيب ليا على هذاك الوجه اللي لتحت، ومن بعد غادي نعاود نقلبها. وصدقوني كتجي هائله هائله جدا وزوينه، مكونات بسيطه عاديه، يعني ما كتطلبش حاجه كثيره او غاليه، وبالنسبه للدراري كيحبوها ما كتعجبهم، يعني بالنسبه للعائله كامله. ها انتم معايا، ان شاء الله غنقلبها ونعاود نوريها لكم. المهم البنات شوفوا، ها انتم راني قلبتها دابا على الجهه الاخرى، هي طابت وجات مزيانه محمرة زبونة، جات هايلة ما شاء الله. يعني دابا انا غادي نتسنى غير شوية تحمر من الجهة الثانية ونقلبها، وهاني معاكم وهانتوما معايا، وشوفوا الطريقة الثانية ان شاء الله، واخر حاجة باش غادي نحطها لكم ونقدمها. يلا المهم البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديالتي تورتيا كي كنسنيوها حنا. طارتيه نتوما كي كتشوفوا جات زوينه، واللون ديالها ما شاء الله خدات اللون ديالها محمره مزيان. كنتمنى تنال اعجابكم وتعجبكم ان شاء الله، وبالصحه والراحه، وشكرا لكم. وبالنسبه لي انا راني زدت واحد البيضه، استعملت 6 ديال البيضات لان ما كفاتنيش دوك الخمسه، يلا باش كتشد راسها كتجمع مزيان، ف حيت طربتهم وهذا شتا شويه ناقصه. ايوا هانتوما حبابي، وشكرا، ما تنساوش اللايك والاشتراك ودعموني. تبارك الله عليكم، بسلامه، شهيه طيبه، سلام، وكنحبكم ونموت عليكم.